أشهر الجنازات في تاريخ مصر. وقال فعلا جنازة عبد الحليم حافظ اتعملت بنعش فاضي. عشان تعرف القصة واللي فيها تابع معايا. جنازة الرئيس جمال عبد الناصر اللي توفى يوم الاثنين 28 سبتمبر 1970 عن عمر 52 سنة في آخر اجتماع للقمة العربية، حس ان هو تعبان ومخنوق بعد ما ودع امير الكويت صباح السالم في مطار القاهرة، فبسرعة اخدوه على البيت. كشف عليه طبيبه الخاص دكتور الصو حبيب، والكلام ده كان حوالي الساعة 4 العصر كده، ولقى ان عنده جلطة جديدة عملت له ازمة قلبية حادة، وطبعا اثرت على ضربات القلب خلتها مش منتظمه خالص. وبسرعه عمل له اسعافات جهاز الاكسجين والصدمات الكهربائيه. بس طبعا لما لقى الموضوع كبير راح بسرعه مكلم، ومن غير تردد مكلم الدكتور منصور فايز اللي كان بيشرف على علاج ناصر. شرح له الحاله بسرعه. طبعا فايز بعد ما سمع ما كدبش خبر، وجي بسرعه ومعاه قنصلته. بس للاسف كانت الازمه شديده وما لقاهوش. مات عبد الناصر الساعه 6 مساء. سبب الوفاه تصلب بالشرايين والمريء والسكر، إذا عن انه مات مسموم ولا لا. وطلع علينا السادات ببيانه الشهير. طبعا البلد حرفيا ساعتها اتقلبت في الحاله القصوى، وادوا اجازه المدارس والمحلات قفلت 3 ايام حداد. كانت الجنازه يوم الخميس 1 اكتوبر 1970 الساعه 7 الصبح. جت طياره هليكوبتر شالت نعش عبد الناصر من قصر القبه الى مقر قياده الثوره الجزيره. خرج النعش في جنازه كبيره ومهيبه استمرت اكتر من 4 ساعات. حضرها طبعا كل رؤساء وملوك العرب، ما عدا طبعا ملك السعوديه ملك فيصل. زي ما انتم عارفين الخلافات اللي كانت بينهم. تعال احكي لكم اللي حصل في الجنازه كده بسرعه. يعني مثلا ملك حسين ملك الاردن كان منهاره بيعيط، وياسر عرفات وجعفر النميري. انما بقى اللي اغمى عليه مرتين كتر العياط والصدمه، لانه كان بيعتبره ياسر الاعلى وقدوته، وعمر القذافي. ده غير طبعا الشخصيات العالميه المهمه اللي حضرت، زي مثلا رئيس وزراء فرنسا جاك ديلماس، ورئيس وزراء الاتحاد السوفيتي أليكسي كوسيجين. تعالى اقول لكم بقى على المصريين عملوا ايه. خرجوا من كل فج عميق. اكثر من 7 مليون مصري شيعوا الجنازه. طبعا الكل كان منهار وبيعيط، الرجاله قبل الستات، وفضلوا يهتفوا لا اله الا الله ناصر هو حبيب الله. دفن عبد الناصر في مسجد النصر اللي عند كوبري القبه، واللي غيروا اسمه بعد كده لمسجد جمال عبد الناصر. معلومه كده على جنب، اذا تحيه عبد الناصر زوجة جمال عبد الناصر طلبت لما تيجي تدفن تدفن جنب جوزها. فعلا ده اللي حصل لما توفت سنه 1992. نيجي بقى لجنازه السادات اللي كانت جنازه رسميه اكتر منها جنازه شعبيه. حضرها اكتر من 800 شخصيه مهمه، ملوك ورؤساء حاليين وسابقين، حتى ان رئيس امريكا رونالد ريجن كان عايز يحضرها، بس سي اي اي او المخابرات الامريكيه رفضوا لدواعي امنيه. جنازه الشيخ الشعراوي اللي مات في 17 يونيو 1998 عن عمر 87 سنه. طبعا عايز حلقه لوحده، بس خلينا نتكلم على الجنازه. نقدر نقول كده ان الجنازه اتظلمت، ما مشيتش خالص في القاهره، وده بسبب اسباب امنيه. هي مشيت شويه صغيرين كده في شوارع الازهر. بسرعه نقلوا النعش عشان يتدفن في 100 غمر في دقدوس، بس برضو كانت جنازه مليونيه لان مش فيها اكتر من مليون بني ادم. اما الجنازه الغريبه حبتين واللي هتسمعوا فيها حاجات اول مره تعرفوها، هي جنازه عبد الحليم حافظ اللي مات يوم 27 مارس 1977 عن عمر 48 سنة. اشاعت ان هو ما اتجوزش خالص وعاش طول عمره عازب، والحقيقة ان هو اتجوز سعاد حسني 8 سنين في السر. اما بالنسبة لجنازته فهي كانت من اكبر الجنازات في مصر. ده مشي فيها اكتر من 2 مليون بني ادم. وميمة عبد الوهاب اللي رميت نفسها من الدور السابع كان سنها وقتها 21 سنة. سابت رسالة كتبت فيها ربنا يسامحني على اللي عملته في نفسي، بس ما قدرش اتحمل صدمه وفاه اغلى وعز الناس في الحياه. نيجي بقى للغريب كله، ان عبد الحليم حافظ اصلا مات في لندن 27 مارس 77. رجع مصر ودخل الثلاجه في مستشفى المعادي، ويوم 30 مارس كانت الجنازه بتاعته. مين اللي كان بيامن او مسؤول عن تامين الجنازه؟ العقيد احمد رشدي، بقى وزير داخليه بعد كده، اللي قضى على اسطوره البطنيه وبيع المخدرات فيها. والراجل ده عايز حلقة لوحده. العقيد احمد رشدي كان قلقان ان